المشكل ديالي هو هاد المشاكل، هو هاد المشاكل اللي جارين ليا. ما عنديش، ما عندي كارت. الولد هو مريض ما عنده كارت، قلعوا عليه في صلاه المغرب، مشى بغى يشد هذيك ديال التليفون، قعدوا كيضحكوا عليه وقلعوا عليه بسبب شنو. هاد السيد هذا حقوقي، حقوقي في سيدي يوسف بن علي. هو السبب ديالي في كل شيء، هو السبب ديالي في كل شيء. هاد حقوقي هو اللي قلع عليا حقي، هو اللي نزع عليا حقي من كل شيء، ما خلاني باقي نقدر ندخل المحكمة ولا ندخل الكوميسارية ولا فين ما صديت. أنا مطرودة محشوماش. أيه فين كل شيء. تيمشي للحبس وتخرجوه بدرقته بالطبالة والغياطة وتيجي لنا تيدير لنا داكشي اللي بغا. هاد السيد فاتت في الحبس تا يدق باض وتا يدق باض، وناس هاد الدار اللي نصب عليا فيها راه نصب فيها مرتو. شحال الصايبة نصب عليك امي؟ شحال تاع الفلوس امي زهر؟ 3 مليون الاولى وخمسة. 3 مليون الاولى شدها عندي هذيك، واني خمسة ضرني بها الاخرى ملي ولات يهددني الا ما عطيتهم فلوس يقتلوا لي ولدي. انا عندي داك الولد هو اللي عندي. كيما ضعف امي زهر كنت انت لاباس عليك الفلوس تاخذ السياره بالشيفور؟ كان في الاول مع ماشي الحال، كنت نخدم شيخه ماشي الحال. تزوجت واحد السيد ميسور هو اللي رافع عليا شويه ترهان، تقعدت من الزرقاء تما باقي تمشي نخدم. شرى لي الطوموبيل، دوزت بيرمي ربيبي تيجيو عندي، دريره درتي من برا تجي عندي. يعني انت بلاد السيد اللي ضمن لك الحياه؟ هذا راه السلطان. انا ما تنقول للسيد ياك السلطان تيداويه الناس، قال لك تيبرى. هذا السلطان يا اخي، هذا السلطان ما لي دواء، ما لي دواء على هذا الشيء. انت تشوفي في حالتي، صورني من تحت الفوق يردني ويلا نعطيكم تصويره من اللي كنت ساكنه عنده كي كنت. يعني هذا دابا امي زهر دابا تكون هنا حدا سوق الجلد؟ انا النهار في السبت لقيني عند سوق الجلد، نمشي للخميس نضل ندور هنا، كاين بعد حباب الله تيرفعوا عليا اللي دوك اللي ما في حالهمش هما اللي تيرفعوا عليا، دوك الناس اللي محفين بحالي. ولدك امي زهر كان بعقلو؟ ولدي كان بعقلو، كان تيخدم في السكيتيري وتيقولوا لي سير جيب لينا الوراق. كان خدام في واحد الشركه هنا قدام سوق الجلد تاع الحديد، كان عساس هنا قدام الشعبي سكيتيري، وتيجي تيمشي تيكليزي الورقه هنا في المركز تيطلبوها ليه وتيجيبوها ليه يجيبها ليهم. عاودينا القصه نتاعتو، كيفاش تحمقوا وكيفاش تمشى المرشيش؟ كيفاش تحمقوا وتمشى المرشيش؟ كيفاش تحمقوا؟ مشى سيدي من عيطوا عليه، عيط عليه هو، حيت انا ما قلت كرت شي حد اخر ما عرفت انا تحد. هو اللي عنده النمره، هو اللي عارف سمياتنا وكنيتنا حيت كنت ساكنه عنده. عيط عليه قال لي الا بغيتي اللي يتعاون معاكم سير فم القصر تيكونوا صحفيين. مشى الولد مع الصباح نط، انا جيت فم سوق الجلد، مشى هو لفم القصر، ما لقى دوك الصحفيين، لقى دوك الشافات اللي واقفين تما، قال لهم السلام عليكم. عليكم السلام. هاد الشيء تعاويدو قبل ما يودع بحال دروك. قال لي انا بغا، قال لي شبيتي، قال لي بغيت لي سمع صوتي لسيدنا، راه حنا ما فحالناش ومكرفصين انا وامي. قال لي الا بغيت لي سمع صوتك بالزربه دور لي ليه الطوموبيل الصغيره. جات داتو، داتو مع 12 تاع النهار ديريكت المرشيش، حطوه في مرشيش 10 ايام وانا كنقلب. جيت في العشيه مع الربعة البيت مسدود، تنعيط لجيراني فينا هو الولد، ما شفتو الولد، قالوا لي خرج. فرعت البيت قعد دوك يجي دوك يجي، لحقت 12 الوحدات الليل جوج ثلاثه صافي. نهار ثلاث ايام يتصل بيا هاد الحقوقي الله يبين حقنا عند الله، يتصل بيا الو السلام عليكم. انا قلت لي السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ قال لي معاك المهدي المنتظر. قلت لي المهدي المنتظر اش باقي كتنتظر عندي؟
اش باقي عندي؟ اش بيتي عندي؟ انا عرفت سميتو، قطعت عليه التليفون، بقات ديك النمره ما قارياش نكتبها، تنكون لا نوبه نصوني تندير بحال باغي نصوني باش ما تقطعش. مشيت كملت 10 ايام عيطوا عليا، مشيت للراديو بلوس عطيتهم المعلومات على الولد، عطيتهم كل شيء، جيت طلعت كملت 10 ايام عيطوا عليا المرشيش. لا دا 16 ايام عاد عيطوا عليك؟ عيطوا نهار 9 ايام، 9 ايام وكان الحد. دوروا البواه قالوا ليه الو السلام عليكم، واحد دري ولدك اسمه فلان، قال لي ايه، قال لي هو عند راه كاين في مرشيش، قال لي وملي كاين في مرشيش مورا غادي يطحماق، انا رانا مجلمه انا في بنكرير تنقلب ما عرفنا فين، قال لي لا راه كاين في مرشيش، دور لمرتو، قال لي انا ما قديش ندور للمراه الاخرى، انا مطلقه منه ما قديش ندور لها، قال لي خفت لا تطيح ولا تطيح جايه، ما عرفتي هي كي دايره مع الولد عزيز عليها عندها غير هو، ما قديت سيري شوفي انت واش كاين ولا ما كاين، عاد نقولوها لها. ملي مشات لقات الولد كاين، دورت ليا قالت لي راه شي بس ما كاين، واني ما عجبني هذا الولد اللي جابوه لهنا حشومه عليهم مرت باه. مشيت لعندو مع الربعه طليت عليه، شنا بخير على خير، مالك وليدي؟ قال لك اللي جرى اللي طرى اللي جرى، ام فم القصر وخطفوني من تما هزوني، يعني ما مخطف من اللي ما فراسي انا ما فراس باه، ما بداوه. مشيت انا للكوميساريه ديال جامع الفنا، قلت لهم ودي واحد الولد سميتو هاك نيتو، انا وليدي ما شفتوش البارح السبت وبغيت غير نشوف شنو اللي كاين، قال لي يلا ما عمر هذا الولد قبضناه. مشينا لسيدي يوسف بن علي قال لك عمر هذا الولد ما قبضناه، جينا للدار التونسي قال لك هذا الولد ما عمرو قبضناه، مشينا للولايه باه مشى للولايه قال لي هذا الولد ما عندناش. شنو هي رسالتكم للمسؤولين؟ رسالتي للمسؤولين الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم ويحنوا في المساكين، رحنا الله خلقنا هنا ما خلقنا في دولة أخرى، رحمونا يرحمكم الله وشوفوا من حالتنا، ولا تطيحونا في عوافي ما قدينا عليها، حين لا طيحتوني فيها هنا راه غادي تلقاو عليه، عند داك اللي كيشوف كل شيء وعالم في ديك الدار كلها غادي، أنا دمروا حياتي. أنا وترجع عندي 14 عام غنتزوج، تهنيت تريحت وقلت بخير، كانوا ما تيدوش معايا عائلتي، البعض في عائلة أمي، ما با ما عنده عائلة مقطوع بوحدو، ما عنده لا ما عندي عمة ولا والو، قاطعين الغاية ما تيتحاملوش معايا، تزوجت باش جميت الريحة فيهم، تزوجت هذا الراجل وليت تنمشي عندهم، غير ولا كان عزة نمشي ولا كان موت نمشي ولا، دابا قطعوا عليا كل شيء. نطلب الله سبحانه وتعالى من المسؤولين ومن سيدنا، وعاش الملك منيار نوبة، عاش الملك، ورانا كنت شيخة وكنت نمشي لعيد العرش ونخدم عيد العرش من اللي كان الحسن الثاني الله يرحمه، نهار جاتني خبر الحسن الثاني خبط ما عقلتش، خبط طوموبيل مع خشبة عليا باليمين بسيدي سبناني، وهذا السيد حردني من كل شيء، كل شيء شردني منه، كاع جريحاني قرضهم ليا وكلت عليه الله 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 فقط والرحمه.